سويت اند ساور تشيكن من اسمها الوصفة، وصفة مميزة جدا تحتوي على نكهات حلوة وحامضة بنفس الوقت. تحضيرها كتير سهل، مكوناتها بسيطة والنكهة غنية جدا. رح نحضرها مع بعض بأبسط طريقة. رح أحتاج هون صدرين دجاج قطعتها لقطع أو شرائح صغيرة ورفيعة بهالشكل. رح أبدأ طبعا بنص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وحتى أطري لحم الدجاج وأعطيه نكهة مميزة جدا وطيبة رح أستخدم ربع كوب من صويا صوص. رح أقلب شوي بس لأتأكد إنه قطع الدجاج تغطت بالملح والفلفل والصويا صوص من كل الاتجاهات. هلأ رح أضيف التغليفة واللي هي رح تغطي قطع الدجاج من برا وتعطيها قرمشة ولون حلو. رح أحتاج لربع كوب من النشا بالإضافة لمعلقتين كبار طحين حتى نغلف قطع الدجاج بشكل أفضل. هلأ رح أرجع أقلب لأتأكد إنه كل الدجاج تغطى تماما بالطحين والنشا عشان أعطيه قرمشة ولون ذهبي. بس صار عندي بهذا الشكل، بننتقل للخطوة الثانية. بكون هون سخنت زيت غزير للقلي وببدأ أنزل قطع الدجاج بعد ما غلفناها بالتتبيلة والطحين والنشا. بسم الله، وببعدهم شوي عن بعض حتى يضلوا منفصلين وياخذوا القرمشة واللون المطلوب. رح أقليهم تقريبا لخمس دقايق لحد ما ياخذوا لون حلو ذهبي. طبعا الزيت لازم يكون سخن. بكل بساطة برفعها من الزيت، بس بصفيها بهالشكل وبرفعها بوعاء على جنب. بعد ما حضرنا الدجاج صار عندي جاهز. لازم أحضر خليط التكثيف اللي بدي أتقل فيه الوصفة. رح أحتاج هون كوبين مي بحرارة الغرفة، رح أضيف لهم ربع كوب نشا. بستخدم النشا هون حتى أكثف فيها وصفتي. بخلط المكونات كتير منيح ليدوب النشا تماما مع المي. هلأ رح أترك هذا الخليط على جنب لحد ما ننتهي من تحضير الخضار والدجاج. رح أحتاج هلأ طنجرة واسعة وغير لاصقة، وببدأ أضيف معلقتين كبار زبدة. طبعا ممكن نستخدم الزيت، زيت النباتي أو زيت الزيتون حسب رغبتنا. بدوب الزبدة، طبعا الزبدة بتعطيني نكهة كتير طيبة لهيك أنا استخدمتها، كمان ممكن نبدلها بالسمنة لو حبيت. رح أحتاج هلأ بصلتين كبار قطعتهم لشرائح أو جوانح، معهم سنين ثوم مهروس. فممكن نستخدم أي نوع خضار إحنا حابينه أو متوفر عنا. رح أقلب البصل لمدة دقيقة، بس دقيقة تقليب واحدة. وهلأ صرنا جاهزين لنضيف الجزر. عندي هون ثلاث حبات جزر قطعتها لشرائح بنفس شكل البصل أو سمكه تقريبا. كمان مرة رح أقلب لمدة دقيقة لحد ما يبدأ معي الجزر يذبل. طبعا النار عندي هون عالية. وهلأ رح نضيف المكون اللذيذ اللي رح يعطيني النكهة السويت الموجودة بهالوصفة واللي هو الأناناس. عندي هون كوب واحد من الأناناس المعلب، ممكن نستخدم كمان الفريش، ممكن نستغنى عنه. تقليبة بسيطة بهالشكل. هون رح نبدأ نتبل الخليط بربع كوب من الصويا صوص. رح استخدم كاتشب هلو بهالوصفة، قوامه متجانس ونكهته متوازنة وطيبة. رح أضيف من الكاتشب كمان ربع كوب. الصوص الثاني اللي رح أضيفه هو سويت تشيلي. هالصوص نكهته غنية ومتوازنة وكتير طيبة، رح يعطينا نكهة لذيذة جدا لوصفتنا. كمان رح أضيف منه ربع كوب. رح أقلب المكونات مع بعض، وأكيد هلأ رح أضيف خليط التكثيف اللي حضرناه بالبداية مع بعض. لازم أقلب شوي عشان ما يصير في عندي كتل، مباشرة يبدأ يتكثف معي الخليط. عندي هون كمية الدجاج كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم ببدأ أنزلها وبقلبهم كلهم مع بعض. هلأ رح أعطي مجال لكل المكونات إنها تستوي مع بعض وتتسبك وتاخد النكهة الطيبة اللي بدي إياها. لهيك رح أغطي طنجرتي وأخفض حرارة النار وأتركها مدة 10 دقايق حتى تتسبك بهدوء. لاحظوا معي كيف تغير لون الصوص وتسبكت المكونات مع بعض. الدجاج تشرب من التتبيلة، صار بشكل مميز وكتير حلو. وهلأ إجا وقت التقديم. طبعا ممكن نقدم وصفتنا مع النودلز أو المعكرونة أو مع الرز الأبيض، ورح أزينها بشرائح البصل الأخضر ليعطيني لون لطيف ونكهة طيبة. رح أزين برشة من السمسم بهالشكل، شوفوا قدي بيعطيني شكل مختلف لوصفتي. رح أضيف شرحتين أناناس للتزيين بس. لاحظوا سمك الصوص اللي حصلنا عليه ولون الدجاج المميز والطعم الجدا رائعة، إضافة الخضار اللي بتغني لها الوصفة وتعطيها نكهات كتير طيبة. نتناولها مباشرة وهي سخنة، وإن شاء الله ألف صحة وهنا.